مساء الفل، مساء كل حاجة حلوة، مساء الحب. بما أننا في أيام عيد الحب، في الحقيقة أنا مش شايفة خالص أن الحب مقتصر على 2 عشاق بس. بالعكس، الحب يعني كل حاجة أو كل إنسان جواه حب، كل نبضة بينبضها قلبنا جواه حب. حب الله، حب مصر، حب الأهل والصحاب، حب، ودي أهم حاجة، الخير للغير. لما نيجي نسأل في الزمن اللي احنا فيه ده عن الحب، يقولوا لك حب، حب ايه؟ هو لسه في حب؟ ده كان زمان. وعلى رأي الست بتقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ في الحقيقة انا شايفة ان كل انسان جواه حب، كل انسان جواه خير، لو حتى نبذة بسيطة من الخير. احنا محتاجين لسه الحب، ولسه كل انسان محتاج الحب، محتاج يحب ويتحب، عشان هو اللي بيخلينا نقدر نعدي حاجات كتير قوي صعبه في حياتنا، نقدر نعدي مواقف صعبه وصعوبات. صعوبات الحياه كلها بنقدر نعديها بالحب، وجوانا يكون في حب. معانا النهارده اجمل انسانه الهام، اللي بوستاتها مكسره الدنيا. رحبوا معايا النهارده بالهام. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. قولي لي يا الهام، ايه رايك في الحب؟ وهل قديما كان في حب ولا ايه؟ طبعا الحب اسمى شعور ممكن الانسان يشعر بيه في حياته كلها، سواء حبه لاهله، سواء حبه لدينه، حبه لزوجه، الحب بكل معانيه. طبعا قديما كان في حب، وكان من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال على السيدة خديجة إني رزقت حبها. ولما كان في مجلس بينه وبين الصحابة، لما سألوه مين أحب الناس لقلبك يا رسول الله، قال عائشة. لما قالوا له احنا نقصد الرجال يا رسول الله، قال أبوها، وده من شدة حبه ليها. وبرده ما كانش فيه أي مانع إن اللي بيحبوا بعض يتجوزوا، بس ده لو فيه شروط معينة، اللي هو الحب الحلال. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاله واحد يسأله، أنا بنتي متقدم لها 2 يتجوزوها، واحد غني جدا وفي مكانة اجتماعية عالية، واحد ما حلتوش أي حاجة غير يعتبر قلبه، قال له والبنت ما تهوى، يعني هي مرتاحة لمين أو عايزة مين؟ قال له الفقير. قال له لا أرى للمتحبين إلا النكاح أو الزواج. وده كان رأي الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. بيروح والشخص هو اللي بيفضل معانا، عمري ما مقياس الحب بتاعنا نقيسه بالفلوس للشخص، لا خالص. يعني طبعا كلامك صح، ان الفلوس مش كل حاجه، وان الحب يعني انا بتعامل مع الواحد في بيت واحد، مش هتعامل بفلوسه، يعني ممكن في يوم وليله الفلوس تروح والشخص هو اللي بيفضل معانا. بس انتوا ايه رايكم؟ صح، اهم حاجه برضو الشخص انه يكون محترم، بيخاف ربنا، بيحترمك وبيقدرك، يعني مش ان هو بيحبك بس كلام، اهم حاجه ان تلاقي افعال في الموضوع، افعاله بتبينك قد ايه بيحبك، قد ايه في المواقف الصعبه واقف جنبك، بيساعدك، ما ملش منك، عنده صبر انه يسمعك، عنده صبر وانت متعصبه وانت متنرفزه، عنده حته الصبر ان هو ايوه بالظبط كده، دي اكتر حاجه برضو. بالظبط. وفي مقوله لارسطو اصلا، الحب الحقيقي هو روح بتسكن جسدين. صح. يعني الروح بتسكن جسدين مش جسد واحد. وبالنسبه برضو هنتكلم برضو عن الفالنتاين، يعني عايز اعرف برضو يعني فكره يا جماعه تهادوا تحبوا، يعني اهم حاجه ان الواحد بيحب الهديه، بيحب ان الشخص يهديه هديه ان هو فاكره، ان هو بيحبه، ان هو بيقدره، بس مش شرط ان هو يكون في الوقت ده. يعني البنات اصلا بتبقى انواع في عيد الحب، في واحده لازم تبقى بالنسبه لعيد الحب ده الاحتفال بتاعه، وتبقى لابسه فستان شيك والكافيه الحلو وعشرة على عشرة في كل حاجه، والاوبشن الهديه ده عندها رقم واحد. انت لو ما جبتليش هديه فانت هيكون يومك اصلا معايا مش معدي. في واحده تانية كلمه طيبه حسنه، يعني هو لو قال لها كل سنه وانت معايا فهي بالنسبه لها الدنيا وما فيها. في واحده تانية بقى دي بقى بتعمل ايه، يعني هو لو راح والراجل يكون مكلف نفسه جايب لها هديه قيمه كده وعشان يعبر لها عن حبه ليه، هي بتنيل الدنيا. هديه ليه اصلا متفاعل فيها ده كله ليه؟ هو بيبقى انواع، يعني كل واحده ليها طريقتها في حوار التهادي ده. صح. لا وساعات برضو يعني انا بالنسبه لي لو هديه بسيطه جدا
هوافق بيها. كلها افتكرت يعني ايوه مش عارفه بالشيء الفلاني. لا لا المهم انه افتكرت يعني مش ان هو مش لازم يجيب لك مثلا حاجه فخمه قوي او مثلا ان احنا نقول كلام يعني نتقل عليهم لا يعني فكره ان هو صرف وجاب حتى لو حاجه بسيطه يعني يعني احلى حاجه ان هو افتكرك بس بالظبط. خصوصا ان كان ايام زمان كمان الورده كانت دي اجمل حاجه يقدمها الشخص لمراته او حبيبته دي يعني بتعبر خصوصا اصلا ان الورد اصلا بيعبر عن الحب لوحده. ايوه ايه رايك؟ طبيعي ان اي حاجه بتيجي للبنت بتحرك مشاعرها واي حاجه بس مش شرط ان هو يكون في عيد الحب. احنا اساسا يعني بغض النظر هو حلال او حرام ده مش موضوعنا. احنا جايين نتكلم عن الحب في اي وقت. هو اصلا يعني بعيد عن اللي هو عيد الحب يعني هو فعلا المفروض ان كل يوم وكل ساعه وكل وقت علينا نعبر بيه عن حبنا للناس ونتكلم معاهم ونعرفه انا بحبك قد ايه ومش مصنف للشخص اللي هو شريك حياتي بس لا ده البابايا والمامتي واخواتي واصحابي. يبقى في طاقه ايجابيه كده اللي انا للناس انا بحبكم يعني انا لو انا اصلا لو حبيت يعني لو بنيت الطاقه دي وعرفتهم انا بحب نفسي وبحبكم هي هتعم على الجميع. وخير كده بقى ان اصلا عيد الحب يعني هي القصه بتاعته مشؤومه شويه مش هنحكيها بس حصل دراسة يعني في استراليا الجامعة في استراليا عملت دراسة عن 100 حالة جواز يوم عيد الحب اللي هو يوم 14/2 37% منهم اتطلقوا بعد أول سنة و 45% يعني بعد 3 سنين ما كملوش الثلاث سنين واتطلقوا. النسبة الإجمالي بتاعهم حوالي 85%. فبيقول لك يعني في ناس ما بتتفائلش باليوم ده وبتتشائم منه اه حبوا بعض وفرحوا واتبسطوا وهو بس ما تتجوزوش في اليوم ده نصيحة يعني بسبب الدراسة اللي حصلت دي بس. وانتوا شايفين مش ايه؟ ايوه بالظبط. وفي الحقيقة اصلا ان الحب مش شرط يكون حب اول. الحب هو الحب الصادق مش شرط يكون ان الحب الحقيقي هو الحب الاول. ممكن يكون الحب الثاني الثالث بس يكون الحب صادق يكون بسيط في بساطه يكون في صدق يكون حب من القلب. ويا ريم برضو مش اللي هو ان انا بحبك او ان انا بحبك قوي في يوم واحد او في ساعه واحده او مثلا يوم عيد ميلادك او يوم عيد الحب او مثلا وات ايفر في اي عيد تاني ملهاش بس اهم حاجه ان احنا نفكر بعض ان احنا بنحب بعض نفكر بعض ان احنا لسه في حب بامانه ولسه في اخلاص ولسه في تفاؤل وامل في ان انا اعبر عن مشاعري بطريقه حلوه وكذا وقت. يعني في ناس طول السنة بتبقى معتنينة على اللي معاها تيجي اليوم ده كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت جميل بتبين في اليوم ده بس جدا. فعلا حقيقة جدا حياة جدا. بس الفكرة اصلا ان انا بوجه رسالة لبنات اصلا اللي هي جربت الحب الاول وفقدت الامل انها خلاص بقى انا نفسيتي تعبت وكده وخلاص انا تعبت فعلا ومش هكمل او مش هحب تاني. لا بالعكس جدا الحب الحقيقي هيجي يوم وهتعرفي ان الحب الاول ما كانش مجرد حب حقيقي لدرجة ان انت فعلا معرفتيش يعني ايه حب. الحب هيجي ينسيكي اي الم او اي جرح مرتي بيه. هو الحب مش بالمقياس الاول ولا الاخير بالعكس. في ناس بتبقى حبت شخص كويس قوي وعيشت معاه ايام حلوه وما حصلش نصيب وسابوا بعض واتخطبت او اتجوزت لواحد تاني وما حسيتش الحب اللي مع الشخص الاولاني. هي مش مقياس لكده هي مقياس للاحترام يعني الشخص اللي فهمني اكتر التفاهم يعني. خلاص تمام نشوفكم ان شاء الله في فقره تانية. استنونا مع فقره تانية. شكرا. اهلا بكم رجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده معانا فقره حلوه جدا بتتكلم عن الزينه ويدنج بلانر ومعانا اتنين حلوين قوي ساميه وانجي. اهلا بكم. ايه الجمال ده؟ احب اعرف بقى بداتهم ازاي؟ انتوا اخوات صح؟ بداتوا ازاي؟ بدانا يوم 21/7 تمام من سنتين في عيد ميلاد اخويا 2019. كنا بصي يعني هو الموضوع بدا ان احنا بنعرف نعمل الشغل ده تمام بس كنا الاول بنعمله كده يعني اللي هو ايه مثلا عيد ميلاد صاحبتي بعمله لها عيد ميلاد اخويا بعمله مثلا خطوبه صاحبتي تعالي اعملي لي حاجه في البيت كده اوكي. فبدات ان انا
اتعرف، بدات ان انا مثلا ايه يبقى ليا معارف اللي هو ازاي اصل هاتي لي البنت اللي كانت عامله لك مش عارفه ايه. فبدات اقول لنفسي مثلا ليه ان احنا ما ندخلش في المجال ده ونوسعه ونكبره كده. اول ما بدات كنت بادئه ببلالين بس طبعا، الديكور بسيط كده، وبعد كده بدات بقى بورد، وبدات ان انا امسك افراح، وبدات ان انا امسك حاجات كتير جدا. كل حاجه اتعلمتها لوحدي الحمد لله، ما خدتش كورسات يعني، انا وهي ما خدناش كورسات خالص. فهمتي الماتيريال والخامات اللي انت بتستعمليها؟ التجربه بقى كل مره، يعني انت كل مره بتجربي حاجه ومش عارفه ايه، لا دي مش كويسه، لا دي كويسه، وهكذا. طب وانتوا اصلا متخرجين ولا ايه؟ اوكي انا خريجه كليه تجاره، تمام، قسم جمارك. مش باين عليكي خالص. ايوه اوكي. وهي لسه اداب، اداب لغه شرقيه، سنه ثانيه، فرقه ثانيه. اهلا بيكم. طب هو انتوا اصلا اكيد بيقابلكم مواقف رومانسيه كتير وانتوا بتعملوا تجهيزات او كده؟ اكيد طبعا. بصي بتبقى قصه حب بقى 8 سنين مثلا. اكتر حاجه عملتها كان قصه حب 13 سنه، كان الفرح ده في الكينج. العروسه والعريس بجد كانوا احلى عريس وعروسه عملت لهم فرح في حياتي. طب وايه مثلا الديكور لما بتيجوا تعملوه مثلا شكل من الاشكال، بتحبوا يعني بتبصوا على حاجات تانية مثلا على الانترنت، ولا بيجي الفكره مثلا من دماغكم؟ يعني مين اكتر واحده هي اللي بتبقى تعالي نعمل كده، تعالي نسوي كده؟ احنا الاثنين صدقيني. هو انتوا اصلا يعني انتوا اللي بتختاروا، ولا مثلا في عروسه بتيجي تقول لك انا عايزه اعمل شكل معين وانت بتنفذي؟ بصي على حسب، يعني مثلا في عروسه تيجي تقول انا عايزه كذا او كذا او كذا، وفي احنا بنعرض عليها كل حاجه وهي بتختار، وفي بقى بتسيب لنا المجال احنا بتقول لنا اختاروا مثلا وعايزه على ذوقكم والكلام ده. بس برضه احنا بنعمل في حاجات كتير قوي يعني. طب حلو قوي، ده بيبقى بالنسبه لنا احسن. طب اهاليكم اعملوا لي كذا بالظبط، اهاليكم تقبلوا الفكره ازاي، او كان في مانع او كده؟ الفكره ان انتوا اصلا يعني اكيد في افراح، في سهر بره، في مثلا تاخير في الوقت بره كده. مظبوط. لا بصي احنا يعني ما شاء الله عندنا بابا وماما متفاهمين جدا من الموضوع ده، ربنا يخليهم. بلس ان احنا بابا اصلا بيكون موجود معانا، تمام. أيوه. وقت التاخير بيكون موجود معانا، تمام. كويس. بالعكس هم يعني اكتر ناس بيشجعونا اصلا يعني. أيوه. اهلي دعم يعني، وهي بتشجع على النجاح ده. وماما دايما بتتابعنا، اللي هو يعني لما بنرجع البيت وكده وريني عملتوا ايه، لا كان لازم تعملوا كذا او تعملوا لا. وفكره ان هم سايبينكم عادي تشتغلوا بنات، بس حابين تشتغلوا وحابين بالظبط. احنا اصلا قصه الشغل كلها كارير، احنا بنعمل كارير لنفسنا وبنعمل بالظبط. بس عشان اصل في يعني اهالي معينه ما بتحبش ان هي بناتها مثلا تشتغل او تقعد في البيت بالزبط. يعني بالظبط، احيانا معينه يعني بيبقى نقطه خوف اكتر. بس هم لو كانوا معاهم طول الوقت يعني مش هبقى حاسين بخوف. هي الفكره صح. اصلا بتاعت الميتنج اللي انا دي حاجه كويسه قوي، يعني هي الاساس بتاع الفرح. صح بالظبط كده. اي شقه، اي مكان مفتوح، هي الكوشه، هي القاعه يعني. بالظبط. ناس كتير قوي استغنت تماما عن القاعات بسبب ان بقى في حاجات متاحه اكتر وفكره حلوه يعني. بالظبط. وبعدين اصلا في حوار الديكور انت اللي بتختاري كل حاجه بذوقك، يعني مثلا انت اللي بتختاري الفيلا بتكون فاضيه، وانت اللي بتختاري كل حاجه، بتختاري كراسي، بتختاري ترابيزات، بتختاري شكل الكوشه، بتختاري شكل الانترنس وانت داخله. طبعا انتشر قوي كمان في الفتره بتاعت كورونا. بالظبط كده. صح. بتعمل افراح في حاجه مفتوحه وكده عشان الهواء يكون برده فيه مسافات والحاجات دي. اكيد طبعا. طب وحضرتك اصلا يعني مش بيأثر على دراستك بما ان انت لسه في الكليه وكده ولا ايه؟ لا خالص صراحه، بعرف انظم وقتي يعني. بعرف انظم وقتي كويس جدا. يعني انا شخصيا السنه اللي فاتت كان بيبقى عندي امتحان الساعه 12، وانا كنت اوريدي في اوردر قبلها بساعتين. بس ما ده حلو ان انت مقسمه نفسك، عندك شغل كده وعندك دراسه ومقسمه نفسك. طيب ومعانا صور على الشاشه، ده طبعا تجهيزاتكم. الله جميل قوي. طيب صفحتكم اكيد ليكم بادج على الفيس او كده؟ اسمها انجي ساميه اند انجي، ساميه اند انجي اسماعيل ويدنج بلانر، ده اسم الانستغرام واسم الفيسبوك. طب هو بقى هي بجد تحفه جدا. وكمان يعني عندنا مفاجاه كمان للبنات الاولين اللي بيتابعونا برده عشان اللي ما سمعش. ساميه اند انجي اسماعيل ويدنج بلانر، دي الانستغرام والفيسبوك الاثنين باسم بنفس الاسم. اوكي. كمان عندنا مفاجاه للبنات الحلوين دول، يعني عروسه بقى لي من دول بقى قرايه فاتحه خطوبه حابه تعملها في البيت، ففي خصومات. بالظبط. لهم ايه مثلا؟ احنا ممكن نعمل لهم خصم 15%. تمام. طبعا احنا اصلا غير الخصم والله بنحاول ان احنا نفرح العروسه باي طريقه، وطبعا بيكون في كادوهات كتير جدا. بس اكيد اي بنت بقى تيجي من عندنا ظبطوها. لا اكيد طبعا. شرفتونا ونورتونا. ميرسي قوي يا حبيبتي، تسلمي. بجد انا من موقعي ده بشجع كل بنوته جميله
بتدرس وفي نفس الوقت بتشتغل وفي نفس الوقت في عيد الحب. الايام عيد الحب اللي احنا فيها من موقعي ده بقول كل سنه واحنا جوانا الخير لبعض، كل سنه واحنا مع بعض دايما. اسفين كمان ان التجار اللي هم بيعملوه ما كملش قوي عشان الوقت، يعني كان نفسنا والله نعمل حاجه اكتر من كده بس الوقت بقى. شغلهم طبعا على الصور يعني عامله ازاي، وان شاء الله هتكونوا معانا في حلقات تانية كتير. اكيد طبعا ان شاء الله نظبط الوقت شويه. نورتونا والله وانبسطنا بيكم جدا. الحلقه الجايه Thank you.